غرفة السفرة مع الأنتريه أو غرفة الجلوس، الاتنين مساحة صغيرة والاتنين مع بعض، وشيء مرتب وجميل، أفكار يعني كويسة. هنا السفرة دي بتتفتح من الناحيتين عشان تسع أكبر عدد يعني، وكمان تسع أكبر عدد من الأطباق. ده برضو ديكور، ديكور جميل وجديد. اللي عنده بقى موتوسيكل يكون مستغني عنه، ولا خردة ولا حاجة يغيره يا جماعة ويستفيد منه. شيء جميل. هنا لو عندك حديقة صغيرة أو بلكونة كبيرة تقدر تستفيد منها الديكورات الحلوة دي. هنا لو الباب بتاعك برضو ضلفة مفتوحة على طول، ضلفة مقفولة، تقدر تستفيد من أقل مساحة. سفرة شيك جدا جدا. دي سفرة رخام جميلة جدا، دائرية، حتى اللون بتاعها هادي وكويس. دي غرفة نوم شبابي، غرفة نوم شبابي. السرير ده بيطلع لفوق يتقفل في الباترينا دي، يتقفل فيها ويبقى الغرفة تبقى فاضية، ممكن تبقى غرفة جلوس. دي غرفة بناتي شيك وهادية. غرفة أولادي